بس أنا والله العظيم أنا بحلف بالله، والله العظيم أنا ما لقيت بلد، أنا ما لقيتش بلد، أنا لقيت أي حاجة. وقال له خد دي، انتوا فاكرين البلاد بتتقام بال، احنا امكانياتنا مش كتير قوي، احنا قاعدين على كنا 6% وبقينا دلوقتي بنتكلم في 10 و12، هما 6% دول بس والباقي صحراء، قاعدين نجري جوا بعضنا في 6% من أسوان لإسكندرية. لما البلد يعني بقت صعبة علينا في كل شيء، كان ممكن ما نمشيش المسار ده، ما نمشيش المسار ده، خلاص ما عندناش، نعمل ايه بقى؟ ويبقى هو ده اللي، او ان احنا نبقى نتحرك بفاعلية وقوة، ويمكن نعاني، ويمكن نعاني. وأنا يمكن كنت قاعد مرة مع الزملاء قلت لهم الكلمة اللي أنا قلتها لهم دي، حولها لكم على الهوا كده، قلت لهم أنا عملتها خلاص ونتعب كلنا. أنا إيه يا فندم؟ عملتها خلاص، خليت بلد قادرة على إن هي تبقى بلد وتنطلق بعد كده. طب ما إحنا بنعاني كلنا. نعاني، بس تبقى بلد، بس تبقى بلد.